السلام عليكم، الله يجزيكم بخير. انا سميتي المنديلي مولاي احمد، عندي واحد المحل في حي السلام، واحد الملاح. في الملاح. واحد السيد جا عندي تقدم لي بغى يشري عندي هذاك المحل، مغربي قال لك مستثمر في اسبانيا، ما بغيتش نبيعو ليه شيء. عندي الوراق ديالي كامل باش خدام، شد البلان ديالي، الترخيص ديالي، حتى تنتفاجئ بان سعادة القايد جا وقف ليا الهدم ديال هذا المحل ديالو، وقال لك ما بقيتش تخدم شيء. انا تقريبا بديت في المحل ديالي في شهر 5 ووقفت على شي اسباب شخصيه، ومن بعد هادي تقريبا في شهر في 19 في شهر 9 تيجي سعادة القايد وحبسني. هاد السيد اللي جا عندي بغى يشري هاد المحل تيهددني بان عنده ناس نافذه في السفاره وناس نافذه في السلطات هنا، وما غاديش يخليني نبني، وإلا السلطة حبستني باش نبني راه أنا مستعد أنا باش نحبس هاد البني، وراه عندي الترخيص ديالي وعندي التصاميم ديالي وعاش الملك. واش اللي تقول للناس المسؤولة على هاد؟ الناس المسؤولة على الله يعمر لهم الدار، وراه الوراق ديالي كاملهم قانونيين، وسعد القيد جا حبسني باش ما بقيتش نكمل الهدم ديالي وباش نبني. شنو قال لك فجأة؟ شنو قال لك فجأة؟ قال لي حبس البني ديالك وجيب لي التصاميم ديالك، جيب لي الرخصة ديالك، وهما عرفوني بأن الترخيص عندي والتصاميم عندي، وعلاش جاو حبسوني؟ ما عرفتش بأي قانون حبسوني هاد الناس، ما عرفتش علاش حبسوني. واش حبسوني على حساب هاد السيد تيعرف الناس في السفارة؟ الى هاد الناس اللي في السفاره هما اللي تيعطيو الترخيص، راه ما عنديش فهاد الرخص الناس ديال السفاره تيعطيو الترخيص. قال لك تيعرف ناس نافذه في المحاكم، تيعرف ناس نافذه قال لك في السلطات، هما اللي بغاو يحبسوا لي هاد البني. الى السلطه قالت لي انا بقيتش تكمل، والى السلطه بغات هاد المحله نعطيه لهم كاع ونزيد بحال هادي. وهادشي اللي كاين اخويا.